رجعنا مع حضراتكم واخر فقراتنا في البيت الكبير النهارده. معانا فقره من العيار الثقيل جدا 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 وعلى المستوى الشخصي بحبه لانه ليه كان بصمه عليا حتى وانا لاعب، وهو طبعا التحليل الفني اكتر من رائع وكابتن كبير، الكابتن فتحي نصير. بتنورنا في البيت الكبير دايما يا كابتن، ويعني بنبقى سعداء ان حضرتك تكون موجود معانا، لان كمان رؤيتك الفنيه مختلفه شويه عن حتى رؤيه المدربين والنقاد اللي موجودين معانا. منورنا في البيت الكبير، ويعني ان شاء الله تكون يعني فقره مميزه دايما يعني. لا انا الحقيقه اللي بتشرف بيك، ربنا يخليك كابتن، انت معلمي يعني. لا استغفر الله، وانت من الناس اللي الواحد بيعتز بيهم وبيفتخر ان هو كان له دور في يوم من الايام. ده أكيد. بجنبك يا ربنا يخليك كابتن هاني، نجم كبير حبيبي، نورنا. وطبعا ما ننساش بقى عروسه الاستوديو، الله يخليك. لا ما شاء الله يعني قيمه ولبقه ومتحدثه اشكرك ومتكلمه حبيبي. تسلم. ده شرف كبير جدا ليا، شرف كبير جدا ليا. لا دي حقيقه انا عارفه فعلا زي ما كابتن هاني قال، في كلام كتير قوي عن مباراه الامس بين الاهلي وابو قير للاسمده في كاس مصر، كلام ما اتقالش في الاستديوهات التحليليه. عايزه اسمعه من حضرتك، بس الاول عايزه اتكلم عن فكره النواحي التنظيميه في مباراه الاهلي والزمالك. يمكن كابتن جمال مساعد كان بيتكلم في كلام مهم قوي عن الجمهور وحضور الجمهور، وليه رأي انه الجماهير ما تحضرش. يمكن من نص ساعه بس محمد فضل مسؤول طبعا اللجنه الخماسيه او اللي بتدير اتحاد بتدير الكره المصريه، طلع واكد انه حضور الجماهير من 5000 ل 10000 متفرج، لكن لم يتم الحسم بعد. شايف انه الكاف اتاخر في اتاخر في حسم الملف ده ولا لا؟ حسم أكيد. حضور الجماهير اكيد يعني الكاف برضو احنا مش عاوزين هو كاتحاد افريقي او اتحاد قاري الفترة الاخيرة قراراته متضاربة وقراراته مش في توقيتها. يعني القرار ممكن اي واحد ياخد قرار، بس عشان يبقى قرار ناجح لازم يكون له توقيت. لو انت بتاخد قرار بعد الحدث ملوش قيمة، او قبل حدث بكتير ملوش قيمه. فلابد ان اي قرار بيتاخد يكون قرار مدروس، درسته صح اقدر اصدر قرار. حته اللي هي جمهور وغير جمهور دي من زمان يعني من فتره طويله كان مفروض، ومتحدد يوم 27، متحدد استاد القاهره ومتحدد كل ده، وكانت تيجي من الكاف ما تجيش من الاتحاد المصري اللي بينظم هذه البطوله. هو الكاف اعلن، هو المسؤول يعني كابتن هو الكاف فتحي. اعلن ووصل هذه المعلومه طبعا للاتحاد المصري انه لا مانع له من حضور من 5 ل 10000 مشجع في المباراه النهائيه، بس منتظرين موافقه الامن. اكيد دي النقطه الاولى هي نقطه الامن بقى اللي هنجيلها دلوقتي. ان دلوقتي منتظرين طبعا اكيد موافقه الامن، وموافقه الامن لسه بنتكلم مع ضيوفنا الاستاذ عصام شلتوت ومحمد القوسي، كنا بنتكلم في العمليه التنظيميه للامن، ان الطريق لازم يروح للامن قدامه برنامج، والكلام دوت مع اعتقد مع يعني الوقت اتاخر زي ما حضرتك بتقول. طبعا ان لازم هنبلغ الامن، لا يكون عندك، واصل الامن في جميع الاحوال طبعا قادر انه يامن، لكن المشكله في التحضيرات والتنظيم اللي هتخش بيه المباراه، زي البوابه، جلوس الناس، الكاميرات موجوده ولا لا عشان لو حصل شغب، فكل دي حاجات طبعا تخص الامن. لكن انت حضرتك رؤيتك ان هذا القرار جه متاخر من الكاف. متاخر. شوف يا كابتن، الامن لازم يكون عاملين حسابنا، لو مش 10000 لو 100000 صح هيقدر ينظم وقادر انه ينظم. اكيد مليون في المية. بطولات افريقيا احنا شفناها الفتره الاخيره. اذا نسيب موضوع الان، بس هي الموضوع عمليه تنظيميه. صحيح. التنظيم لابد ان ياخد وقته. النهارده احنا دخلنا في يوم الثلاث. يعني الاثنين. الاثنين تقريبا. يعني الاثنين هيضيع في كده، هيبقى عندي ثلاث ايام. بالظبط. طب لو انا قررت وبعد كده وفاضل يوم، وبعدين بفكر في اليوم ده ان انا ازاي هختار مين؟ مين ال 5000 من الاهلي و 5000 من الزمالك ان هيخش؟ طب الجمهور ده هيخش ازاي؟ الاعلاميين طب كنت لسه عمرك اصلا والاعلام والتحكيم لحد دلوقتي في اسماء، لكن برضه ما فيش قرار رسمي باسم الحكم، حكم المباراه هم دي. هم يمكن بيعتبروا ان هذه المباراه عشان يعني من المباريات الكبيره قوي او كده هيعلنوها قبل 48 ساعه، ما يقدرش يعلنها بدري عن كده، لان احتمال
في الفتره اللي احنا فيها دي الكورونا اللي احنا شايفينها دي في ثانيه صحيح بتخلي لعيب فمش عايزين يعلنوا حكم. وحصلت قبل كده لما كانت في ماتش في المغرب قبل النهائي وابنائي وحصل ان واحد عنده كورونا فغيروا الطقم فهم مش عايزين يستعجلوا. دي عندهم حق يعني مش هتفرق معانا. هو الحكم حكم ومعاه ثلاثه اثنين مساعدين وحكم رابع وبعدين حكام الفار لان هيبقى في فار في اكيد في المباراه دي لازم. اذا في الحاله دي حته الحكام نخليها لكن هي حته الجمهور لان الجمهور مرتبطه بمتغيرات الجمهور نفسه مين اللي هتختاره وازاي يخش وبعدين ازاي هياخدوا مثلا ال 5000 التباعد الاجتماعي لان في جانب تاني جانب الصحه طبعا الصحه دي برضو لابد نشوف طبعًا. ايه الحاجات او المواقف الاحترازيه اللي هتتم عشان نضمن انها انت شفت اللعيبه في ثانيه بيبقى عنده كورونا طبعا فدي دي واحنا في الموجه دلوقتي فما نقدرش ان احنا نقدر نتكلم في قرار انا بعتبره هو صدر القرار لكن القرار متاخر قوي 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 وهيحط الاتحاد المصري او هيحط المنظومه اهلي وزمالك في مشكله مع الجماهير لان انت مش هتقدر تلحق في خلال يومين هتطبع دعاوي ولا تطبع تذاكر على مستوى الاعلاميين كمان يا كابتن فتحي دلوقتي مستوى الاعلاميين طب مين عدد الاعلاميين اماكنهم انت بتتكلم على المنسقين الاعلاميين اللي هو جوه النادي وبتتكلم على بعض الناس السوشيال ميديا المسؤوله عن الناديين الاهلي والزمالك يعني في جزء كبير جدا غير محسوب يعني في كل ده مش موجود وبعدين في نقطه انت عندك دلوقتي لانه لازم الحاجات دي تتعامل من بدري وبعدين تتعامل في مصر فالمفروض انت تكون عارف الاعلاميين وتدي فرصه لاكبر عدد من الاعلاميين ان هم يشاركوا لان دلوقتي هيكون لهم دور غير المتفرج هيروح يشاهد وبعدين الاعلاميين انت عندك في منسق اعلامي لاي مباراه مراد بتبروت يعني الاتحاد الافريقي بيبقى عندنا منسق اعلامي تابع للاتحاد الافريقي تابع للاتحاد الافريقي منسق امني تابع للاتحاد الافريقي منسق صحي تابع للاتحاد ثم مراقب للحكام ثم مراقب للمباراه ماتش كوميشنر وريفري كوميشنر في مراقب للمباراه ككل الاجواء بقى كل ما يختص بيحصل ثم مراقب للحكام ثم قلنا الامن والاعلام والتسويق برضو مراقب الميديا والحاجات دي كده والتسويق الحاجات دي كل دي الناس المسؤولين تبع الاتحاد الافريقي زائد حكام المباراه والامن احنا بنقول دلوقتي الوقت بالنسبه لمصر الاعلام المصري لابد ان تديهم فرصه كاتحاد افريقي لاكبر عدد من الناس يشاركوا يعني ما حداش ان انا اقول مثلا لان ما فيش جمهور والمدرجات فاضيه وبعدين ما فيش فرقتين ضد بعض والاعلام مش هيقولوا اعلام اهلي ولا اعلام زمالك لا هو الاعلام بيغطي وخلاص فالاعلام المصري هيخش فانت ادي فرصه لكل الناس دي اما حته الجمهور مش هقول انا متحفظ عليها انا بقول ان قرارها متاخر وقد يحطنا في اخطاء مع الجمهور مش مع اخطاء تنظيميه كابتن فتحي هتحصل اخطاء وبعدين في احترازيه كمان ده اللي جد موضوع الكورونا المستجد اللي ما بقاش مستجد وطبعا بروتوكول وزاره الصحه لازم يطبق وبشكل يعني حاسم في المباراه بس احنا يعني كل ده دي كلها امور لم تحسم بعد احنا بس في انتظار الكاف وفي انتظار موافقه الامن يعني ممكن بعد شويه كمان يعني يكون في مداخله مع الاستاذ محمد فضل عشان يحسم لنا يا رب يكون يعني يتم حسمها يعني بعد قليل ان شاء الله هو طبعا الموضوع في يعني اعتقد في ايدي الامن لغايه دلوقتي يعني هو طبعا اللي هو الكاف قال احنا مستعدين ان هو تنظمه من 5 ل 10000 اتصالات وماديه يعني امن ووزاره الصحه وزاره الصحه كمان دي طبعاً. يعني ده اكتر لان امن صح. الصحه غير الامن الشخصي صحيح يعني ده امن برضه يعني اكيد هو دخول الجماهير ديت يعني هيكون ازاي اصل واحد من دولت يكون عنده كورونا يقعد اللي جنبه ودول بعدين دول يروحوا بيوتهم تبص انتشرت من هنا الموضوع عايز وده اللي حصل لوليد ومحمد شريف برضو مع في لومي هناك هي بدات ازاي في اوروبا طبعا لا ده اكيد بدات في الماتش اللي هو كان في ايطاليا وانت عارف ان اللعيب الواحد كان عنده كورونا وبعدين في الاستاد وبيلعبوا كل اللي في الاستاد دول راحوا
اديها لبيوتهم كلهم. ربنا يحفظنا. بس عايز ارجع لحضرتك لمباراه كاس مصر في دور الثمانيه الاهلي وابو قير والاهلي فاز فيها 2-1. رؤيتك الفنيه ليها كانت ازاي يا كابتن؟ هي مباراه كانت صعبه. هتقول لي صعبه؟ صعبه للتحضير لها او لمواجهتها، مش صعبه كفريقين بيلعبوا بعض. طبعا مع احترامي لفرقه ابو قير الاسمده وعندنا النادي الاهلي فرق كبير. صحيح. مش انا اللي بقوله يعني، ده التاريخ والجغرافيا والمستوى والحاجات دي، هناك فرق كبير. لكنك انت بتلعب وعارف ان هذه المباراه بطوله من ضمن البطولات اللي هي محدد فيها اي فرقه انها بتكسبها. انك توصل لكاس مصر فده شرف لكل فرقه انها توصل. طيب يبقى لازم ان انا افكر فيها ان انا اكسب. ناس كتير بتقول طب ما تلعبوا بالاشبال. العب بالاشبال لو انا مباراه دوري والدوري خلص وحسم، ماشي العب باي حد. لكن هذه المباراه هتحدد بطوله، ممكن هوصل لكده او ممكن اطلع منها. صحيح. والنتائج بتقول، احنا شفنا المباراه اللي اتعملت بعديها ولعبوا اكسر تايم الزمالك وافسي مصر ولعبوا اكسر تايم وكده، ملهاش مقاييس. مباراه الكاس طبعا. طيب عفوا. طب الحل ايه؟ الفرقه دي ان هو لازم هتلعبها. فميتسو موسيماني او كوتش موسيماني عمل ايه؟ خد مجموعه لعيبه وهو كمان بيفكر في اخر مباراه اللي هي نهائي كاس افريقيا. طب وبعدين؟ فالفرقه اللي لاحظنا فرقه النادي الاهلي كان فيها لعيبه مصابين ورجعوا اول مره، زي رامي ربيعه مثلا كده. صحيح. جاي بعد فتره طويله. فطبعا هل اداؤه هيكون العادي في المستوى اللي هو يكون فيه؟ مش اداؤه البدني والمهاري، اداؤه النفسي كمان. نفسيا انا جاي والاستعداد النفسي وهو كده لا غير موجود. طيب هل اللعيبه الجداد اللي بيلعبوا لاول مره مع الفريق الاول في مباراه زي دي، مباراه رسميه وليست وديه، فهل ان هم الاثنين دول او اللعيبه النوعيه دي هتأدي؟ كل واحد عزيز بوجوده وعايز ينزل. طبيعي. طيب هل اللعيبه اللي هو لا من هنا ولا من هنا بيفكر انه هيكون احد 18 لعيب اللي هيلعبوا المباراه النهائيه؟ اذا انا عندي ثلاث نوعيات من اللعيبه في الملعب دلوقتي، كل واحد بيفكر في حاجه، بالاضافه ان كل واحد بيفكر مثلا زي الشناوي او اللعيبه الاساسيين انه خايف من الاصابه، ما هي برضه ده تفكير. اذا التفكير المخ بيشتغل في حاجات تانية كتير، فطبعا مش هتلاقي فيه ربط بين الفرقة وبعضها لأن ده مش موجود. إيه ده؟ المخ مش موجود. تقول لي طب إيه اللي دخل المخ؟ لا، ما أنا عشان أربط معاك يبقى لازم أفكر لما تجيلي الكرة هلعبها لك إزاي وتلعبها لي إزاي. عشان كده كانوا بيقولوا ساعات يعني نسبة استحواذ النادي الأهلي كانت كبيرة، لكن مش بالمعدل اللي كان الأهلي متعود عليه. كان في ميز باص كتير بشكل كبير. النقطة التانية الفنية ان احنا متعودين مع موسيماني ان احنا نطلع بالكوره شويه، بنعمل بيلد اب من تحت، لكن في بعض الاحيان لجأنا للكرات الطويله اللي هي ما كانتش ليها استفاده. رؤيتك للثلاث نقط دول يا كابتن؟ بص يا كابتن، اولا حته ان الميس باص والكره الطويله، اللي بيلعب كره طويله هو ده اللي بيفكر بعد ما تجيله الكوره، فاكتر حاجه عشان ما يضمنش انها غلط، عشان ما يغلطش، مش شايف حد فيجي لعبها طويله عشان هو مش شايف، هو ما محضرش. في حاجة في كرة القدم الحديثة، مش كرة القدم اللي هي المزرعية اللي ممكن يقول لك متى وأين وكيف. متى يعني إمتى اللعيب يلعب الكورة؟ أنا هلعب لك الكورة، معايا الكورة دلوقتي، إمتى ألعب لك الكورة؟ متى؟ طيب لازم الحاجات دي تكون في دماغ اللاعب. أين؟ إزاي هلعب لك الكورة؟ فين؟ هل هلعب لك الكورة في رجلك؟ ولا العب لك الكره طويله في مساحه؟ يبقى المكان اين؟ كيف؟ ازاي هلعبها لك؟ العبها لك ببطن رجلي؟ العبها لك بوش رجلي؟ العبها لك تشيب؟ يبقى الثلاث حاجات دي كلها لازم كل لاعب بيفكر فيها قبل ما تجيله الكوره، بحيث لما تجيله الكوره بينفذ على طول. هنفذ الثلاث حاجات دي. يبقى عنده سرعه بديهه كابتن فتحي. احنا بنحلل اداء اللاعب بعد ما هتجيله الكوره. متى واين وكيف عشان الكوره تطلع صح. لا، متى هيلعب الكوره صح؟ مش جنبه خصم، افرض انا هلعبها
ومعاه كابتن هاني في واحد ماسكه مش هيلعب هاند. جزء من الثانيه يكون قطع 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 خط الكوره فيجي المدافع يقطعها، فدي جزء من الثانيه. هلعبها لك وانت في موقف تسلل، متى وانت مش في تسلل مزبوط. يبقى متى واين وكيف لابد ان كل اللاعب بيقولها. دي مش موجوده عند اللعيبه. ليه مش موجوده عند اللعيبه؟ لان اللعيبه عماله تفكر. اللعيبه بتفكر في ايه؟ في الثلاث حاجات اللي انا قلتهم، لعيب مصاب ولسه جاي، لعيب لسه جديد عزيز بوجوده، لاعب بيفكر في المباراه النهائيه. فاذا في مجموعه لعيبه، في 11 لاعب، في 10 لعيبه لابسين فانيلات حمراء، في شناوي حارس مرمى، لكن التفكير مختلف، التفكير مش موجود. فده ما يساعدش المدرب في تنفيذ. فالمعنى اللعب الطويل ان انا مانيش عارف، مش محضر للعيبه اللي جنبي صح، ومانيش شايف اللعيبه، فاضطر العبها طويله، او ان انا ميس باص بلعب الكره متاخره، او بلعب الكره بدري شويه، او بلعب الكره في حته مزنوقه فيها زحمه. ممكن كمان يا كابتن عدد اللعيبه تقريبا برضو، يعني عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه ما لعبتش، يعني محمود وحيد مثلا بقى له فتره ما لعبش، يعني نتكلم مثلا رامي ربيع بقى له فتره، نتكلم كمان على ولد صغير احمد كوكا في نص الملعب لسه كابتن هاني لسه العربي بدري مثلا بيشارك، كل ده لسه بادجي بقى له فتره ما بيشاركش فبيشارك، فكل ديت اعتقد برضو كانت ملامح ان هو مش التوب فورم بتاع مش المجموعه بس بالزبط. برضو في نفس الوقت هو ما بيفرطش في المباراه، لا طبعا هو دي بطوله، لان انت يجي الجول وشوف دخل فيه الجول ازاي. طب دخل فيه الجول برضو وانت كنت مدافع، الغلط احنا ما بنقولش عليه، احنا بنقول في كره القدم اما انا بكون مدافع انا في كوره وفي خصم، اساسا عشان ابقى مدافع صح وابقى راجل صح نمره واحد اشوف اللاعب اللي انا همسكه اللي هو خطر جوه ال 18 اللي هو خطر قدام الجول في الجول ماوس قدام في حلق الجول ده اللي انا امسكه، نمره اتنين ابص للكوره لان هو مش هيبقى خطر من غير كوره. يعني لو هو الكوره ما جاتلوش مفيش خطوره. فالجول يحبس يعني كمان عنده مهمتين، هو يحبس كمان انك تشوف الكوره والخصم ده هو تشوف. انا خلينا يعني نبداها البسيط، نمره واحد بس ابقى الخصم طبيعي. ولما تجي له الكوره احنا الاثنين هنشترك فيها. يعني يبقى انت مش هتعمل فيها حاجه بس اصل الكوره دي مش هتيجي في لحظه، هي الكوره ما هي جايه احنا شايفينها. فرد فعلنا احنا الاثنين هنشوفها في نفس الوقت لانها هتنطلق من منطقه في نفس التوقيت، يبقى انا وانت شطرت فيك في كفاءتنا في الاستحواذ على الكوره، لكن احنا اللعيبه بتوعنا كانوا عمالين بصوا للكوره. استحواذ ايجابي يا كابتن فتحي. لا انه شايفين الكوره. فبعد بقى الكوره ما بتتلعب بيدور على اللي هو المفروض يمسكه، لا الراجل بيجيب جول. هو ما كانش هو يعني هو الخطا جه، حضرتك شايف انه اولا ما كانش شايف المهاجم نمره واحد، وان رد فعله بقى ابطا من المهاجم لان المهاجم سبقه، يعني هي سبقه بتبقى جزء من الثانيه، يعني هو سبق فخلاص رد فعل المدافع بقى تو ليت، يعني بقى متاخر. يعني يا كابتن هاني انت من الاصل لازم اكون شايف يعني لازم والحارس المهاجم ده بيتحرك انا اكون متحرك لو انا شايفه الاول، لكن انت شفته الثاني. يعني هو اتاخر شويه. هو اتاخر ليه؟ لان انت بتشوف الكره الاول وبعدين بتشوف المدافع المهاجم، فانت شفت الكره انا شايف الكره قدامي صح، فانا عمال ابص للكوره، اول الكوره ما اتلعبت هو كان فكر قبلي فاتحرك، لكن لو انا كمدافع ماليش دخل بالكوره، انا نمره واحد ده جوه ال 18، لكن انا ممكن الكلام ده فين؟ في نص الملعب في المساحات البعيده. كل ما يبعد عن كل ما يبعد عن الجول يبقى مش مهم. يبقى يعني انا شايفه كده وحطه، لكن هنا لازم سكين تايد، يعني لازم فيه اتحرك معاه. هو جري لازم اجري، احنا عندنا ورا ثلاثة او أربعة. وبعدين طب انا هناقش حضرتك، يمكن معانا فاصل بس هناقش حضرتك في النقطة دي بالذات، لان الهدف اللي جه فينا كان ليه رد فعل عن طريق موسيماني. موسيماني عمله يعني حتى بعد ما شاف الجون بدا يشرحه للعيبه اللي بره. فهرجع لحضرتك أهمية الجزئية دي، بس نطلع فاصل ونرجع مع الكابتن الكبير فتحي مصري. قبل الفاصل كابتن هاني طرح سؤال، ان الهدف اللي دخل في الاهلي امبارح من قبل ابو قير للاسمده ده خلى موسيماني يشرح في ساعتها للعيبه اللي بره الجون ده دخل ازاي، ما استناش ان المباراه تنتهي ثم يبدا الشرح يا كابتن فتحي. دي النقطه اللي وقفنا عندها، لان هو عايز يعني يستفيد
بالموقف اللي حصل قدامهم، لسه الصوره في ذهن كل اللعيبه اللي موجودين بره. اما اللاعبين اللي في الملعب هو ممكن يقول لهم بعدين، فهو بيقول لهم السبب ايه، فالصوره واضحه قدامهم ان اللعيبه المدافعين واللاعب ده جه من الخلف وانطلق، والكره بعد ما الكره اتلعبت وهم لعبوا، كان هم رد فعلهم ان اتحركوا على تحرك اللاعب، مش على تحرك اللاعب بعد ما هو اتحرك في الاول، وبالتالي فكان كل وصولهم متاخر، وكان عنده هو الاسبقيه في ان هو يحرز الهدف. ودي الخطا ده برضو بيقول لهم ان لابد ان اللاعب ينظر لمين، الخصم الاول امسكه، لانه هو لاعب واحد يعني، الملعب كان فاضي خالص ولاعب لوحده، هو مش نمله ولا مثل لعيب صغير، ده واضح يعني جثه وبتاع. احنا متعودين يا كابتن فتحي كمان، ويمكن حضرتك كنت بتعلمنا ان هو حتى الكوميونيكيشن خاصه في قلب الدفاع وخط الظهر لازم يكون في كوميونيكيشن، والكلام يكون كتير جدا. ممكن انا كهاني واقف ورا او مش شايف ويجي لعيب، فلازم حد يند عليا مثلا ينبهني ان في جاي حد الكلام. من ورا الكلام، فمن الواضح الجزئيه دي برضو ما كانش فيها كلام. لو نشوف يا كابتن هاني الثلاثه مثلا، اخر واحد العرب بدر صغير فلسه ناشئ، لسه جديد. ثم قدامه رامي ربيعه المصاب اللي لسه قلنا شوف تفكيره هنا وتفكيره هنا، ثم قدامه ياسر اللي هو قدام، ثم قدامه محمود وحيد اللي هو رفع من الاوفر، فالاربعه كل واحد عنده مش عنده مشكله، مخه عنده في حاجه، عنده فكره تفكير معين، مخه عاوز يعني محمود وحيد عايز يثبت وجوده، لان بقالي مده ما لعبش، فبيقول انا موجود هنا على الساحه، انا موجود في الملعب. طيب ما تخليش الراجل يرفع اوفر، يعني اساسا الاوفر ده ما اترفعش. دايما بتقول يعني دايما بنتكلم حتى الكرات الثابته حضرتك هنتكلم عليها، ان والاوفرات سبب الاوفر، بيقولوا دايما الاوفر ده نص جول، فانت لو منعت الاوفر من الاول يبقى انت منعت اوريدي الجول، منعت الجول خالص، منعت اي خطوره، فانت في ايدك انك انت تمنع الاوفر او تعطله او يعني ما يتلعبش بسهوله او يتلعب وحش على بالظبط، ما يتلعبش بسهوله بالزبط. لو لعب بسهوله يلعبها باتقان وبدقه مظبوط، فاذا ما يقدرش يلعبها كده، وبالتالي هو يعني كان لازم الضغط اكتر من كده، على يضغط اكتر فهم يربكوا. وبعدين الثلاثه اللي ورا دول الغلطه واحده، مشاهده الكوره وليس الخصم، ثم مشاهده الخصم نمره اثنين، لا نمره واحده الخصم، نمره اثنين الكوره. طب انا كابتن فتحي عايز اخد رايك النهارده في القرار اللي اصدره موسيماني الخاص بالمعسكر المغلق اللي بدا من النهارده بعد ماتش ابو قير، وعايز اتكلم عن حاجه مهمه دايما اللعيبه حتى والمدربين بيركزوا عليها وفي كلامنا، العامل النفسي، العامل النفسي بالاضافه للاعصاب الهاديه خاصه في المباراه المهمه دي. هو يعني عايز شبه عزل، يعني بيعزلهم كرويا، مش العزل اللي هو بتاع كورونا، وعشان يعالج كمان مشكله يحافظ على اللعيبه، بس فلت منه وليد سليمان. يعني وليد هو كان حاوز يحافظ بعد اخر مسحه ان اللعيبه دول سلام، فكابتن هاني عايز يلمهم ويقعدوا مع بعض فيضمن ان مفيش حد يجيله حد الا في الاختلاط. فربنا سبحانه وتعالى كان يعني اسرع منهم في قراره، ان هو جاله الكورونا وجاله الابنه كمان نفس القصه ففلت، فهو عايز ياخدهم في مكان يضمن سلامتهم. مزبوط. عشان كورونا دي نمرة واحد، نمرة اتنين الإعداد التركيز. النفسي أو العزل النفسي عن المجتمع الخارجي، إنه يكلموا الناس والناس تكلمهم، والماتش بكرة والماتش بعده. إحنا كان زمان يا كابتن وحضرتك فاكر كنا يعني ما كانش فيه يعني حتى بعد التليفونات ما جت، يعني كانوا بيلموا كل الموبايلات بتتلم مننا، حتى الله يرحمه كابتن محمود الجوهري، حتى التلفزيون كان بيجي مش هيشيل التلفزيون، اللي كان بيشيل الوصله ويفصل وصله التلفزيون، سيب التلفزيون، ما احنا مش هو بيوفر جزء من وانا في اعتقادي يعني الناس بتقول لك ده اولد سكول، يعني دي مدرسه قديمه شويه، لكن في اوقات معينه لازم يبقى في اجراء حاسم، لان السوشيال ميديا والضغط والكلام الكتير على المباراه ده بيكون نتيجه عكسيه. هي نوعيه المسابقه ونوعيه المباراه، ان دي مباراه واحده مش مباراتين، مش بطولات، مش ماتشات كتير، صح. فكل دي هو عايز يخلي كل تركيزه ما يفكرش غير في الكلام اللي هو بيقول عليه كلام الكور، عشان يبقى الكلام اللي بيوصل من كوتش موسيماني في دماغ كل لاعب ويقدر. وهو اكيد هو افريقي، ف
فجرب دي مع الافارقه عموما، متعود على البطولات كمان النهائيات يعني، فعارف ازاي يعد اللاعب، يعد اللاعب لمباراه نهائيه ازاي، ان انا اعده بحافظ عليه صحيا بدنيا نفسيا، الفكر بتاعه، الاعداد النفسي اللي هو داخل ده قصير المدى غير طويل المدى، ده قصير المدى، فانا بعده فيه ازاي عشان ما يبقاش فيه شحن جامد وكده، فبيعدهم للمباراه، كل واحد له دور، ويبقى عنده وقت طويل يتقربوا لبعض، كل ما يتقربوا لبعض ويحسوا يحسوا بالحرمان، فيقعدوا يفكروا، فدي تديهم موتيفيشن، تديهم حماس اكتر، كل ما يتحرم من حاجه كل ما تديله حماس اكتر ان هو عايز يوصل للمباراه النهائيه اللي هو وصل لها، يبقى رايحين بكل تركيزهم انه يقدروا يلعبوا فيها. طب انا اسفه، واحده من بقى التحفيزات المهمه جدا، يمكن النهارده في بعض من اعضاء النادي الاهلي في التتش بالذات يمكن راحوا الملعب في التدريب النهارده ورفعوا لافتات وقعدوا يرددوا اسمائهم ويشجعوهم يعني كانت لقطه، افتكر هي دي كانت لقطه شحن معنوي، ان هو اخر صح. اخر نفسي اخر كمان. اخر حاجه ما هو يعني اخر حاجه هم بيسمعوها في ودانهم ان هي الجماهير اللي جايه دي، عايزة منهم ودي بتمثل جزء من الملايين يعني، مش هي كل جماهير النادي الاهلي بس تعتبر عينه اكيد، والعينه دي جايه بتمثل، بتقول لك احنا جمهور النادي الاهلي، احنا جايين بنقول لكم باسمائكم، احنا اللي بنشجعكم، فدي تدي برضو حماس صح. للعيبه صح. سواء للاعب القديم صح. او للعيبه الصغيرين الجداد او اللعيبه المنضمين، مفيش شك مفيش شك، ده كان بيأثر علينا حتى خلي بالك عارف سهم. مهمته ده غير جمهور النادي الاهلي، عارف مهمته غير جماهير طبعا ان النادي الاهلي اللي هي بره بالملايين، كمان خلي بالك جوه الاوتيل بيبقى فيه ناس اهلاويه يعني، هتلاقي مثلا الويتر هتلاقي بيقول كلمه صح. تشجيع صح. الجزء دوت من الشكل المعنوي اللي بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا. انت لما بتروح في مكان يقول لك قولوا للاعيبه كذا، قولوا وصوا اللعيبه كذا، بس كابتن في نقطه، في نقطه الاوفر موتيفيتد ده برضه عليه مشكله طبعا يعني، بيبقى زايد اكتر من يعني لازم. دي برضه نقطه احنا يعني بنتكلم فيها وبنقول للعيبه، واللعيبه اكيد عارفه ان كتر حماسنا احنا كجماهير ممكن تاثر بالسلب على اللعيبه. ما هو جماهير النهارده، لكن انت فاضل لك اربع ايام او خمس ايام خلاص، هتنزل الكيرف هينزل شويه، فعشان كده هو عمل المعسكر، عمل الصح يعني هو عاوز يبعدهم من العزل، يبعدهم عن الاجواء الخارجيه سواء السوشيال ميديا او الحاجات دي، وممكن يقول لهم جوه ما تقروش ما تشوفوش ما تعملوا، اكيد هيقول لهم الكلام طبعا. السوشيال ميديا بتخترق دلوقتي، لا يعني بتخترق بعده شويه يعني الواحد يعني هيبدا عنده وقت ان هو يحضر اللعيبه، مش اصل هو دلوقتي في خلال الثلاث ايام دولت لا هيرفع لياقه لاعب هتفيده ولا هيحسن مهاره لاعب، هو كله شغله خططي مظبوط في الكلام ده والاعداد النفسي، وارجع اقول التوفيق هو اساس حقيقي. كل حاجه في المباراه الفصل حقيقي طبعا، كلمه التوفيق طبعا حطها كده بين قوسين وهي اساس اي بطوله في العالم. ان شاء الله كابتن فتحي تبقى حاضره يوم 27 ان شاء الله، التوفيق ان شاء الله باذن الله. ومن أمين. ومن ضمن الايجابيات اللي انا شايفها برضو ان في وقت هيبقى وقت كتير للعيبه كمان مع بعض، وده مهم جدا طبعًا. ان دور مش هيبقى دور موسيماني بس او دور كابتن سامي، لكن انا شايف ان الدور كمان بيبقى مهم قوي، اجتماع اللعيبه مع بعض وتحفيزهم مع بعض، وحتى روح الدعابه يعني برضو الموضوع بيبقى فيه نوع من انواع ان احنا خلاص عايشين كعيله واحده، منتظرين حاجه كبيره فهتلاقي يعني يوم هتلاقي جزء من اليوم في تدريبات وفي جزء جدي وفي جزء ظريف قوي انك بتقعد مع اصحابك تقعدوا تهرجوا وتضحكوا، ده كمان عشان الناس ما تفتكرش ان الموضوع بيبقى كئيب قوي يعني. لا لا ال 24 ساعه مش هيقعد بالظبط يعني، انت في ساعات نوم وبعدين في ساعات راحه واسترخاء وبعدين في ساعات مع الزملاء بتقعدوا، ثم في ساعات محاضرات نظريه ثم ممكن فرديه، ممكن مزبوط. مجموعات جروبس مزبوط. مدافعين وسط الملعب وكده، مهاجمين او افراد معينه كي بلايرز، اللعيبه مفاتيح اللعب، ممكن صحيح. تقعد معاهم كده، تقعد مع حراس المرمى، تقعد مع الفرقه كلها، تقعد برضو الجانب الاداري، كابتن سيد عبد الحفيظ له دور ان هو في لم شمل الفرقه ويجمعهم هم مع بعض،
ثم في وقت تاني غير التدريب والمحاضرات، في محاضرات نظرية وبعدين يرجعوا تاني ينزل يطبقها في الملعب، ايه اللي ممكن يعمله، وبعدين ممكن تاني يشوفهم. فهتلاقي الوقت كله اليوم عشان طويل فعلا. ما يدهمش في اليوم طوال اليوم وقت ساعات النوم، ممكن استرخاء وليس نوم، عشان يجي بالليل ينام. مظبوط. لان لو لعيب نام الظهر او نام لغايه الساعه 12 يبقى هيضطر يسهر بالليل، فهو عشان يخليه مرهق ومستنفس كل طاقته على اخر اليوم هيكون ينام، وبعدين هيخليه وقت قمه، هيعوده على المباراه قمه اللي نقدر نقول ايه، قمه الوعي والاستنفار، وان هو يبقى قوي الساعه 8 الساعه 9 بالليل. ما يقدرش الساعه 9 يديله راحه عشان جسمه ما يتعودش وقت المباراه، عشان وقت المباراه، عشان الساعه البيولوجيه بتاعه الانسان يعرف ان الوقت ده هو في البيك، في الحته، في اعلى حته. وفي مدربين بيعملوا قبل المباراه بيومين بيعملوا نفس البرنامج اللي هيتطبق يوم الماتش، يعني الفطار الساعه كذا، في نفس الاكل والشرب والبتاع طبعا ما عدا يوم على اساس حضرتك بتقول عليه، يبقى انت متعود حتى جسمك متعود ان في الساعه ديت لا في فطار في تدريب في، فدي مراحل مهمه، وده اعتقد هيتطبق في الفتره الصغيره. يعني هم بيبدا من الاثنين، لان المعسكر النهارده يعني اثنين وثلاث واربع خميس، خلاص اربع ايام ممكن يطبق ده في الاربع ايام. يعني يصحى الساعه كام لو هيصحي من المباراه، او بيشوفهم هيصحوا امتى، ثم الاثنين الثلاث الاربع الخميس. مش هيعمل طبعا تدريبات صبح بعد الظهر وبتاع للعيبه، موضوع المسح ده كمان بياخد وقت دلوقتي. ده اللي جد يوم الثلاثاء ان شاء الله، ده اللي كاف حدده يعني لجميع اللعيبه ان شاء الله قبل المباراه. يطلعوا كلهم يطلعوا سلام، يعني ما يكونش في حاجه يعني. لا ان شاء الله، حتى وليد سليمان ان شاء الله في امل، يعني ان شاء الله خلال يومين ممكن يبقى المسح سليم. وكهربا نفس القصه، وكهربا نفس الكلام، يعني كل الامور ديت ان شاء الله تبقى. وانا قلتها يا كابتن والله، يعني قلتها انا في المباريات اللي زي ديت، انا بشوف ان اي 11 موجود في الملعب هيموت نفسه لا خلاص. بغض النظر حتى على يعني نادي الزمالك كيان كبير ولاعيبه كويسه، لكن انا شايف ان المباراه ديت، انا شايف لو قلنا اي 11 هينزلوا يموتوا نفسهم يعني اكيد ان شاء الله باذن الله يكون. بس هو النقطه حضرتك اتكلمت فيها التوفيق، لو التوفيق ان شاء الله هو في صالحنا ان شاء الله ما عندناش في مشكله. اي مباراه فاصله، اي مباراه قمه، اي مباراه تحدد بطوله وحاسمه، ما عليك الا التوفيق، والتوفيق له دور كبير قوي. التوفيق في ان المدرب يختار المجموعه اللي هي تقدر تبدا المباراه، ثم التوفيق في اختيار اسلوب وطريقه اللعب اللي هيبدا بها المباراه، وتوقعه للخصم بيعمل ايه، كل دي غيبيات. ولكن في التوفيق، التوفيق في ان الحكم يديك حقك وان هو يكون كويس، ان المساعدين يدوك حقك، ان الفار يديك حقك، يبقى ده برضو توفيق. هو ممكن حكم ما يشوفش، خلاص ما انت غير موافق، حظك واحد. التوفيق في ان دايما في حاجات تانية بقى بنقولها في المتغيرات، في جو المباراه، في المطر وكده، لكن الجو دلوقتي هنا الحمد لله يعني جو القاهره كويس، وجو عشان كده كان استاد القاهره افضل من استاد برج العرب طبعا كمان لاقامه المباراه. الامطار هناك هتغير شكل المباراه، لكن هتقام المباراه وممكن تتلعب في برج العرب، لكن شكلها هيتغير، يبقى ما فيش متغيرات كتيره، لان المتغيرات هي دي اللي بتخش الجانب التوفيق او لا يا كابتن. يعني في لعيبه بتحب تلعب في المطر او فبتحب تلعب في الهواء يا كابتن، التغيرات اللي هي خارج يعني متغيرات مناخيه، تغيرات في ارضيه الملعب، تغيرات في اداء الحكام في المباراه، كل ده توفيق. فعاوزين نبعد بقى ونقول ده مين ومين ومين، اي 11 هيمثلوا الفرقتين، التوفيق اللي هو في جنبه ان شاء الله باذن الله يكون، وبندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون توفيق لجانب النادي باذن الله ان شاء الله باذن الله. دايما بنسال ضيوفنا في المباريات المهمه، كنتوا بتعملوا ايه، بتستعدوا ليها ازاي وكذا. على مستوى بقى الفرجه، يعني كابتن فتحي نصير لما بيقعد بقى يتفرج على مباراه حاسمه كده زي مباراه يوم 27، بتفضل ان انت تروح مثلا الملعب تتفرج عليها في البيت لوحدك مع اصحابك، بتتعصب، بتعمل ايه؟ كابتن فتحي نصير بيعمل ايه؟ لا يعني اعمل ايه؟ انا اولا في مباراه زي دي
لان مش استهلكت يعني الواحد في كابتن هاني عارف اي مباراه فاصله في الملعب مش هتركزي وبتبقي صعبه على الواحد. فانا ممكن بنشاهد من خلال التلفزيون وبس، مش مع مجموعه. مش لوحدك؟ لا لوحدك؟ ما احبش حد معايا. محدش ينرفزني. ليه كابتن؟ بتتعصب كابتن فتحي؟ لا لا لا، ابقى لوحدي اقدر اركز. ويعني لكن حته ان انا اروح في وسط مجموعه وفي وسط شله ونقعد في مكان والقهوه في والقهوه لا 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 ما اروحش. ما القهوه احسن اروح الماتش ما انا اروح اتفرج في المباراه، بس هناك في التلفزيون بتشوف الحاجه معاده، فما ما يعني ما تلومش نفسك او تزعل على حاجه، لانك لما هتتعاد هتشوفها، يبقى ما محكمش حكم خاطئ وعيش بيه. لان كل ساعات كتير كنا بنشاهد المباريات وبعد كده لما نشوفها كابتن نرجع نلاقي حاجه تانية خالص. طب ايه اللي خلانا كنا بنتنرفز على ايه وبنتخانق على ايه؟ احنا فعلا يعني بيتصاحب المدربين ساعات فعلا يعني بين الشوطين تلاقيني بشتم اللعيبه وازعق لها، وبعدين الواحد يتفرج لا ما هم كانوا ما كانوش وحشين للدرجه دي يعني. أيوة. الرؤيه في الملعب بتختلف كتير عن التلفزيون، وعشان كده حتى لما بيعمل فيديو انالايز اللعيبه تحب تشوف هي عملت اخطاء ايه من خلال التلفزيون. طبعا ده مهم جدا. اعتقد ده جزء كبير يا كابتن من المحاضرات اللي هيعملها موسيماني اكيد. هيجيب لهم ماتشات اللي فاتت كلها كتير، وممكن مش شرط من مباراه يعني، ممكن يجيب لعيبه مثلا واحد زي قفش عاوزين يجيب له حاجه، او مثلا السلي او الشناوي يجيب له ماتشات مثلا المنتخب في اداء فيها. الكره هي كوره، مش لازم يعني ماتش اللي فات هنا. يقول له اللعبه دي كنت المفروض تعمل كذا، اللعبه دي المفروض تعمل كذا. طب لما قفشة الانفراد اللي هو عمله في توجو وجاب جول، طب ما ننساش ان قفشة قبل كده انفرد وضيعها لما كان بيلعب مع النادي الاهلي في نفس الخطا، فالراجل مرنه وحفظه راح جابها في توجو جول ورجع تاني جابها هنا تاني. اذا هو هي سلسله متشابكه مع بعضها، والكره واحده والاخطاء بتبقى واحده. يعني لما بيغلط هنا مع المنتخب هتلاقيه يغلطها مع النادي، فيقدر يجيب عشان ينوع لهم شويه. فكل دي اللي بيعمل الشطات دي اللي بيجيبها سهل ان هو يعملها، غير طبعا الانالايز للفريق المنافس، وده برضو بالنسبه للمدربين ده كمان شيء مهم جدا، انك بتعمل انالايز حتى مش يعني مش اخر مباراه، وممكن نجيب ساعات اخر مثلا اربع ماتشات للفريق المنافس وبيعمل انالايز افضل حالاتهم ايه، بيطلعوا ازاي، بيهاجموا ازاي، يركز لك على لاعب معين يعني يقول لك اللاعب ده تعالى شوف بالظبط، شوف ميزته ايه، شوف هنا بيعمل ايه، طب اخطاؤه ايه، طب ممكن نضربه ازاي، طب ممكن ننط معاه ازاي، ليه كل كوره هو بياخدها هنحللها، ليه مثلا المهاجم كل كوره هو اللي بياخد الكوره دي، فهنعرف ليه، يوم احنا كمدافعين نبقى فاهمين ازاي نلعب عليه. ده كابتن الله يرحمه كابتن الجوهري اول ما القرعه طلعت في كاس العالم وعرفنا ان احنا هنلاعب هولندا، قبل الكلام ده يمكن قبل حتى ما نسافر بثلاث اربع شهور، جه يعني اتكلم الكابتن هشام يكن وقال له انا اعمل لك، عمل له طبعا على ايام الكابتن جوهري ما كانش فيه سيديهات، كان الفيديو الكبير اللي فعمل له جزء لفان باستن انه ازاي تقدر تتحرك معاه، وازاي يعني مجرد انك تعرف طريقه لعبه ده ازاي قبلها بثلاث شهور، فعمليه التحضير اختار له لاعب علشان هو ده اللي هيلعب عليه او من الوارد انه يلعب عليه في كاس العالم. فكان مهم جدا انه يقول له لا انت من دلوقتي تبدا تحضر نفسك، ازاي ده بيلعب، ازاي بيوقف، ازاي بينط، ازاي بيتحرك، الحاجات دي كلها مهمه جدا يعني. وكان كابتن هاني بيعملوها، ويمكن المانيا عملتها ايام هيلمت شولد قديمه يعني في 94 عملتها. كان بيعمل ايه؟ بيجيب صور اللعيبه اللي هيلعب ضدهم، يعني انت مثلا اجيب المهاجم اللي هتلعب ضده واحطه لك عندك في الاوضه، او تفتح باب الاوضه في الاوتيل كده تلاقيه في وشك زي يعني الملاكمين. انا هلاعب ده بكره، وبعد كده الماتش بيتغير تلاقي واحد شايل الصور دي وجايب لك صور اللعيبه الثانيه، بحيث تحسسك ان يعني ايه هو مش غريب عليك، صح، هتشوفه على الطبيعه يقول انت عرفني انت كل يوم انا شايفك كل يوم انت كده مستعد له بقى. فده ده 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 الاعداد الذهني الصح والتصور اللعيبه يحطه لك كده تبقى انت عارفه. نفس القصه كابتن جوهري بيقول له لازم تحضر نفسك، بس ده بيعملها له لكل مباراه،
وبعدين حاطط لهم من صورهم بقى جوه الاوتيل صور المجموعه بتاعته اللي هيلعب ضدها، صور فرديه واحد واحد اهو بالشوط واحده كده، فانت هتعيش في اللعيبه دي كلها، هتفكر فيه، هتفكري ركز فيه، ركز العب المباراه قبل ما تلعبها، لازم يبقى بيحضر ده الاعداد النفسي طويل المدى اللي هو بيكون قبلها بمده ويقدر يحضره. طب كابتن فتحي، احنا قلنا الساعه 10 النهارده في بدايه الحلقه ان احنا يعني هنستمتع بحوار او حديث فني شيق، وده اللي حصل فعلا معاك يا كابتن فتحي، يعني وانت شرفتنا. الله يخليك والله، انا اللي بتشرف وبفرح ان انا اكون مع كابتن هاني. لا ربنا يخليك، يعني هو كل يوم بيسهرنا. اي نعم، لكن لما احنا بنتعلم منك يا كابتن. لا استغفر الله، كل ما بنيجي كل فتره كده يعني بيزداد، ببقى فرحان اولا ان انا جاي قاعد مع نجوم كبار. الله يخليك. لا لا لا، يعني القمر والنجوم يعني مش معقول. نورتنا يا شباب. هو النجوم، هو النجوم يا كابتن فتحي. وانت نجوم النادي الاهلي ما شايلها كتير. طبعا. شرفتنا يا كابتن. شرفتنا يا كابتن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مشاهدينا بكره ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير من 10 ل 1. صباح الخير.